ايطاليا دخلت المنافسه مع فرنسا في مجال مستحضرات التجميل الطبيه وبتقدم لنا النهارده مستحضر بتركيبه مميزه جدا للنضاره والتفتيح الاتنين مع بعض السلام عليكم مساكم الله بالخير واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معاكم دكتور صيدلي عصام شومان النهاردة معدنا مع براند جديد لأول مرة نتكلم عنه هنا في القناة من إيطاليا بنقدم لكم ريلا ستيل وتحديدا ريلا ستيل دي كلار دي بيجمنتنج كونسنتريت دروبس سيروم مركز هدفه حاجتين التفتيح والنضاره وكان عاده هنشرح تركيبته التفصيليه واهم فوائده وطريقه استخدامه وسعره والبلاد المتوفر فيها وكل المعلومات عنه فيلا بينا نبدا دي التركيبه التفصيليه لسيرام دي كلار المركز اول حاجه بنلاحظها وبوضوح ان التركيبه فيها عدد كبير من المواد والمستخلصات المضادة للأكسدة، واللي بتشتغل بشكل حلو جدا على النضارة وتخليص البشرة من الشحوب والبهتان. ابتداء بخلاصة بذور الصويا المليانة بوليفينولز، اللي هي مواد قوية جدا كمضادة للأكسدة، وفيتامين سي الموجود هنا بصيغة 3 او ايثاين اسكوربيك أسد واللي تعتبر من افضل صيغ فيتامين سي لانها فعاله جدا وفي نفس الوقت ثباتها واستقرارها عالي. فاكسينيوم ميرتيلوس فروت اكستراكت او خلاصه التوت الاسود الغنيه بحاجه بنسميها انثو ودي برضو مضادات اكسده قويه جدا. رادش روت فيرمنت فلتريت او خميره جذور الفجن مضادات قويه برضه للاكسده وكمان غنيه بالبروبايوتيك او البكتيريا النافعه اللي بتعزز صحه ومناعه الجلد. هيدروكسي ريزفيراترول واحد من اقوى المواد الطبيعيه المضاده للاكسده. بيوني فلاور اكستراكت او خلاصه زهره الفاوانيا والتوكوفرايل اسيتيت او فيتامين اي. كل دي يا جماعه مضادات اكسده السيروم ده متلغم حرفيا بمضادات اكسده قويه جدا مش عاديه واللي انا متاكد انها هتدي لبشرتك نضاره وحيويه بافضل ما يكون. وغير مضادات الاكسده الكتيره دي عندنا كمان حاجات بتشتغل بشكل مباشر على التجعيد وتحفيز تكوين الكولاجين وشد البشره. الحمض الاميني الشهير ارجينين وماده اسمها صوديوم دي ان ايه ده غير بيبتايد رباعي قوي اسمه هيجزانويل داي ببتايد 3 نور ليوسين أسيتيت التلات مواد دول ليهم فعالية محترمة جدا في تقليل مظهر التجاعيد والخطوط وشد ترهل البشرة كل المواد دي ولسه ما تكلمناش على التفتيح لحد دلوقتي فعندنا هنا بقى في التركيبة خلطة تفتيح عظمة جدا وبطلها هو مادة اسمها فور بيوتاين ريزورسينول المادة دي يا جماعة فعاليتها في التفتيح مماثلة لفعالية الهيدروكينون اللي هي تعتبر أقوى مادة تفتيح بس بدون الأضرار والمشاكل والآثار الجانبية الكتيرة بتاعة الهيدروكينون. كمان عندنا ببتيد اسمه تيترا بيبتايت 30 وده له فعالية محترمة جدا في تثبيط وإيقاف فعالية انزيم التصبغ وبرضه هيساعد معانا في التفتيح وعلاج التصبغات. وكمان ما ننساش المادة اللي كلنا بنحبها سيناميت طبعا برضو موجودة معانا في بداية التركيبة ترميم تلطيف نضارة وطبعا مساعدة على التفتيح هل التركيبة كده خلصت؟ يعني أظن كده كفاية قوي والحد كده التركيبة جميلة جدا وزي الفل لكن لسه لسه التأشير اللي هيفيدنا فيه الحاجتين النضارة والتفتيح وشركة ريلاستين اختارت انها تقشر بأحماض الفواكه بس مش الأحماض المباشرة ذات نفسها، لأ الفواكه اللي بتستخلص منها الأحماض دي. شجر كين اكستراكت أو خلاصة قصب السكر اللي بيجي منها حمض الجليكوليك. اورنج فروت اكستراكت أو خلاصة البرتقال البرت اللي بيجي منها حمض الستريك. وشوجر ميبل اكستراكت أو خلاصة سكر القيقب هو اسمه كده وده مصدر حمض الملك وحمض الترتريك فالتأشير هنا لطيف لأنه بالمستخلصات الطبيعية الفواكه مش الأحماض نفسها لكنه برضو أكيد إضافة مفيدة جدا طيب هل خلصت التركيبة على كده؟ آه خلصت على كده ما هو الفيديو مش هيبقى كله التركيبة يعني كده حلو قوي بس معلش آخر حاجة في التركيبة معلومة مهمة جدا إن التركيبة ما فيهاش كحول ولا عطور يعني البشرة الحساسة هتتبسط معانا أوي ايه رايكم في التركيبه؟ عظيمه مش كده؟ التركيبه دي حلت لنا مشكله الناس اللي كان بيبقى عندهم تصبغات وعاوزين يعالجوها وفي نفس الوقت عاوزين نضاره. فالسيرم ده يقدر يعالج كل انواع التصبغات سواء بقع او اثار حبوب او اسمرار وعدم توحد او حتى كلف عنيد ومزمن. مواد التفتيح القويه مع التأشير يقدروا يعالجوا أي حالة تصبغات ومضادات الاكسده كمان على فكره هتساعد طبعا برضو في التفتيح واكيد طبعا دورها الاساسي في النضاره. السيرم ده في النضاره وعلاج الشحوب والبهتان هيكون فعال جدا. السيرم مناسب لكل الفئات العمريه البالغين طبعا ومناسب لكل انواع البشره سواء عاديه او جافه او مختلطه او حتى دهنيه واكيد كمان مناسب للبشره الحساسه. بالنسبة للحوامل والمرضعات لا مش مناسب وما ينفعش استخدامه أثناء الحمل أو الرضاعة شركة ريلاستيل عاملة روتين متكامل تحت اسم دي كلار للتفتيح والنضارة الروتين ده عبارة عن ثلاث منتجات أول منتج اسمه ديكلار كلار كونسنتريتد مايكرو بيلينج وده عبارة عن محلول تأشير بيعتمد على حمض المندلك اللي هو واحد من أحماض الفواكه بس تركيزه هنا عالي شوية بتركيز 10% تاني منتج اللي هو السيرم المركز بتاعنا الدي كلار دي كونسنتريت دروبس وتالت واخر منتج هو دي كلار ديلي دي كريم وده بيرطب وبيكمل عملية التفتيح مع السيرم طبعا في التلاتة دول السيرم هو الاهم هو المنتج الاساسي اللي في التركيبة الشاملة والكاملة والمركزة والوحدة كفاية جدا لكن لو حابين نستخدم روتين كامل يدينا نتيجة اسرع واقوى في الحالة دي نقدر نستخدم الثلاث منتجات مع بعض وفي الحالة دي لو استخدمنا الثلاث منتجات مع بعض فالروتين هيبدأ بالمحلول المقشر بناخد شوية على قطعة قطن ونمسح بيه البشرة بالكامل وننتظر بس دقيقة وبعدين ندهن السيرم المركز على البشرة كلها برضو ما عدا منطقة الجفون طبعا ونركز شوية أكتر على المناطق اللي فيها التصبغات وبعد السيرم هننتظر 3-4 دقائق بالكتير لما البشرة تمتصه هو بيمتص بسرعة جدا وبعد كده هندهن الكريم الروتين ده في أول أسبوع هيكون مساء فقط مرة واحدة بس في اليوم مساء وإذا لقينا إن البشرة تمام ومتحملة بشكل كويس من تاني أسبوع على طول هنعمل الروتين ده مرتين في اليوم مرة صباحا ومرة مساء وطبعا مش محتاجين نأكد على أهمية واقي الشمس دي حاجة ما فيهاش كلام سيرم ستيل ديكلار ديبيجمنتنج كونسنتريت دروبس متوفر في عدة دول ومنها السعودية وسعره هناك حوالي 275 ريال ومتوفر في المغرب وسعره هناك حوالي 240 درهم ومتوفر في العراق وسعره هناك حوالي 46 ألف دينار عراقي ومتوفر في دول تانية كتير طبعا متوفر في أوروبا أكيد كمان لكن للأسف مش متوفر في مصر وهسيب لكم روابط تحت الفيديو لو حابين تعرفوا اسعار باقي المجموعه والروتين المتكامل الثلاث منتجات في السعوديه. وبس ده كان فيديو النهارده، لو عجبكم الفيديو من فضلكم ما تنسوش تدعمونا باللايك على قد ما تقدروا وتعملوا شير للفيديو ده مع كل اصدقائكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا الجايه باذن الله والفيديوهات اللي فاتت هتلاقوها ظاهره قدامكم دلوقتي على الشاشه ونشوفكم دايما على خير ان شاء الله في امان الله.